يا هلا فيكم في ترند. نشرت الحسابات الإخبارية في البحرين عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول أول رحالة من بولندا إلى البحرين عبر جسر الملك فهد بعد عبور العالم كله في رحلة انطلقت في عام 2016 وقطع فيها الرحالة أكثر من 200 ألف كيلومتر على الدراجة النارية. تفاعل العالم اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر فبراير متمنيين بأن تكون جميع أيامهم جميلة، واستعرض رواد مواقع التواصل التواريخ المميزة في هذا الشهر وذكرى الميثاق الوطني في البحرين ويوم قوة دفاع البحرين. نشرت العديد من المواقع الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي عن استعداد مصر لاستقبال المولود رقم 100 مليون، إذ من المتوقع أن تعلن الساعة السكانية الرقمية على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وسط القاهرة عن وصول المولود صاحب الرقم المميز اللي بيكون 100 مليون، وإحنا بدورنا في ترند نتمنى له الحياة السعيدة والعمر المديد. تفاعلت العديد من المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مع خروج بريطانيا بعد 47 عام من عضويتها في المنظومة الأوروبية، ولم تدق ساعة بيج بن الشهيرة كونها تخضع للصيانة، لكن الآلاف من مؤيدي بريكسيت احتشدوا أمام مبنى البرلمان حيث احتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. نشرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع مصور فاقت مشاهداته مليون مشاهد لطريقة ذكية في تذكير الناس بأهمية لبس قناع الوجه تفادياً للمرض المنتشر، بحيث استخدمت الشرطة طائرة بدون طيار الدرون مع مكبر للصوت وتشوف الناس اللي مو لابسة القناع وتحذرهم وتوعيهم. انتابع. في مقطع متداول في تويتر بمشاهدات تعدت مئات الآلاف بعد إيجاد الشرطة الهندية طريقة مبتكرة لحل مشكلة تعاني منها الهند بشكل كبير، ألا وهي إطلاق السائقين لأبواق السيارات حتى لو تكون الإشارة حمراء، فقاموا بجعل بعض إشارات المرور في مومباي تعيد العد من جديد عندما يصل الصوت إلى درجة معينة من الإزعاج، يعني كل ما تطق هرن تزيد مدة وقوفك في الإشارة، وبالطبع نجحوا في تقليل هذه العادة المزعجة. نتابع. The Mumbai police were itching to do something. Welcome to the honking capital of the world. Here, people honk even when the signal is red. Sawai hai na? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. Samjhatas na? We, the Mumbai police, were itching to do something about this. One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. وبكذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم. نشوفكم باكر. مع السلامة.